انا ممكن اتعلم بيك ايه؟ اتعلم بيك ايه؟ اتعلم بيك ايه؟ لا 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 اكيد ايه؟ لا 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 استعلا لا. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يب النهارده المهاره الثانيه، النهارده تاني حلقه من ابيد وبجرب. والمهاره بتاعت النهارده هي مهاره سهله جدا اي حد يقدر يعملها. المهاره بتاعت النهارده كل اللي محتاجينه فيها هو جنيه. الجنيه ده المهاره اللي احنا هنتعلمها، عارف اللي هي المهاره اللي بتحط صوابعك كده وتبدا تلف الجنيه على صوابعك كلها، هي دي المفروض المهاره اللي احنا هنتعلمها النهارده. بص يا صديقي، مفيش مهاره صعبه، كل المهارات بالتدريب بتيجي معاك، يعني خطوه 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 بتوصل للهدف اللي انت عايزه في الاخر. فما تستصعبش وتقول دي صعبه عليا وتجرب من اول مره تفشل وخلاص على كده. مفيش حاجه بتيجي من اول مره، لازم تجرب مره واثنين وثلاثه وعشرة علشان تبدا الحكايه تبقى بيجينر. يعني البيجينر بيجي بعد 10 محاوله، مش من اول محاوله انت بيجينر. قشطه. فواحده واحده وخطوه خطوه علشان تعرف توصل للمهاره دي، والمهاره دي سهله جدا. الهدف بتاعي ان انا اعملها بروفيشنال، اللي هو اعملها بين صوابعي واحركها وتكون اكنك بتتفرج على واحد في تي في شو بيعملها بيرفكت. التايم اللي انا المفروض احطه للمهاره دي لانها سهله فاحاول اتعلمها في اقل من ساعتين. وبس خلينا هنعرف نشوف نتعلم المهاره دي في اقل من ساعتين ولا لا، بس ان شاء الله نعملها النهارده. اليوم الاول، الثانيه الاولى، يلا بينا. طيب اول حاجه هنتعلمها ان احنا نمسك الكوين كده وهنبدا نحطه على كف ايدينا ثانيه واحده. هات منديل، حط المنديل، هات كحل، عقم ورول، ما ينفعش. طب هات هايجين، عقم عقم شمال ويمين كده زي الفل، على البركه ومهبط ورول. رجعنا لكم بعد تعقيم الكوين، ومتنساش قبل ما تستخدم الكوين انت تلعب بيه تعقمه، علشان في 7000 واحد ماسك الكوين ده قبلك، فعلشان في كورونا وكده. فنبدا بقى الخطوه الاولى، لان انت تبقى اخد ايدك كده وتروح عامل كده ترفعه كده بس. هو ده التمرين الاول. زي ما شفت اول خطوه ان انت بس كنت بتاخد الكوين من هنا تحطه على صبعك ده وتبدا تعمل كده. الخطوه الثانيه بتبدا تحط الكوين على اول صبع وتبدا تنزل اول واحد وترفع اللي جنبه وتروح اخده وتروح منزله، وهكذا بتنزل ده وتاخده بده وتروح منزله عليه. دي الخطوه الثانيه، دي تعتبر 50% من الحركه اللي احنا بنعملها، فنتمرن عليها. طيب على ما اعتقد انا دلوقتي عرفت اوصل للليفل التاني، انا وصلت الليميت اللي انا عايزه، ان انا بعرف احط ده على صبعي كده وابدا الففه كده، يعني كده الى حد ما انا كده مبسوط بالليفل التاني. عندك اخر حاجه بتوصل هنا خلاص كده، فبيبدا ده يتحرك ينزل هنا، بيبدا بقى يرجع من ظهر ايدك الحته دي، فبتاخده بايدك هنا تبدا تحركه علشان يطلع تاني، تبدأ الحركة من جديد. هم دول اخر حركتين، هم التالتة ان انت توقع ده بين صبعك هنا، والرابعة ان انت تاخده من هنا وتبدأ تتحرك بيه علشان ترفعه تاني على صبعك ده. We'll be right back.
والنهارده اليوم التاني. دلوقتي انا عملتها صح، فنجرب لو نفعت معايا يبقى هي ده الليفل اللي انا حاطه في دماغي، فنجرب. يس وصلت للليفل اللي انا حاطه في دماغي، اللي هو انا اعرف اعملها بسلاسة وخالص، اهو امسك واطلع وامسك تاني واحطها واحركها على صوابعي عادي جدا وامسكها واصب عليها. اخيرا 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 حققنا المهارة دي في ساعة 45 دقيقة. مهارة سهلة بس محتاجة تركيز وتمرين كتير جدا. المهارة دي جبتها لكم علشان ما تنزلوش تشتروا حاجة من تحت، او ما تبقاش في حاجة عايزة تحرك وبتاع ده وانت قاعد، ممكن على الكنب قاعد على السرير ممكن تحرك صوابعك او تعمل المهارة دي، هتبقى سهلة ومسلية في نفس الوقت. فبس يا رب يكون الفيديو عجبكم، واي فيديو اتعلمت منه هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، علشان لو انت ما فهمتش كويس مني في الشرح اللي انا شرحته تفهم الفيديو اللي انا اتعلمت منه. لو اتعلمت المهارة دي ما تنساش تبعت لي الفيديو بتاعك على الاكاونت بتاع الانستجرام، ودي اكونتات سوشيال ميديا بتاعتي كلها، وهتلاقي اللينكات بتاعتها تحت في الديسكريبشن. واكيد لو عايز تكون جزء من العيلة بتاعتنا ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تكون جزء من العالم والعيلة بتاعتنا. وبس وقتي انا خلص، لكن وقتك لسه بادئ حالا. تعلم المهارة، تحدى نفسك وتحدى صحابك ان انتوا مين يتعلم المهارة دي اسرع من التاني. اشوفكم الجمعة الجاية ان شاء الله في مهارة جديدة. سلام. عاش عاش.